يامان اسي محمد الصوالي والمسكين داروا هلو هلو واليتيم والفقير ندى ولو ولو تدل بي راح حضي واحد مع بلو بلو شعبي تبع بلو بلو هما دوها تعقلو يكتتوش بلا في زناطير قل لي وينو أقول فأقيل بلا دايرة حد سوها في بير في حرية التعبير احنا جبها لكم خبير قالوا في جرمان ساعة رمضانكم خاوتي ساعة فطوركم والله توحشت ريحة رمضان وريحة الدوار توحشت الشربة والحميس الحار توحشت الغبار سوفي وبول انوار تبحشت المطلوع وخبز الدار سوق العصر وجمعة على الانقار سبيسيال تاع التونسي والجزار معلق المرقز وراس بقرة في خلنا نفهم مسمار تبحشت عين فوارة وطريق سبيطار عين النات لا طريق لا طرطوار تبحشت كذلك عين طريق خالي السعيد فيها في لسوف تهضر معه تريح محتار تبحشت البريوش تاع التياتر كي تلحق تلقاه طار والزغلاوي حاط في الفيترينا سويع تشهد سيدنا نوح والتتار توحشتك بلا بارود ولا نار وعايش بالوحش يحرك فيها نار السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي الفقاقير فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير فقاقير لكننا بدون فيزة نطير سنطير كذلك في هذا الشهر الكريم في العدد 23 مشقال فرجنا للموسم الثالث أهلا وسهلا بكم جميعا صحة فطوركم رمضان مبارك صحة شربتكم خاوتنا في تونس صحة حريرتكم خاوتنا في المغرب صحة فطوركم خاوتنا الفقاقير أينما كنتم وحيثما وجدتم فقاقير لكننا بدون فيزا نطير خاوتي الأعزاء اهلا وسهلا بكم احنا نحن في الجزائر لا نحتاج رؤيه الهلال باش كي نعرف رمضان كي نشوفوا لاشان نعرفوا بلي دخل سيدنا رمضان خاوتي العزيز اهلا وسهلا نشوفوا لاشان وكي نشوفوا كذلك الشيفور تاع التيوس تاع البيس ضربها في كرسيخه دخول شهر رمضان المعظم اهلا وسهلا بكم خاوتي العتانيس تاع الشلف مرحبا بكم ان شاء الله يقوموا بكم في رمضان جماعه في المسيله طاح ببحريرش من جماعة كتبوا لنا ببحريرش كتبوا لنا واش قالوا في الجورنال كذا خايكم يعطيكم الصحة وسهلا بكم زلنا شوية شخشوخة وسهلا بكم أعزائي الفقاقير تاع اليابان قلت لكم رانا في الاتش دي سان جيغو أهلا وسهلا بكم رمضان كريم صحة فطوركم أخوتنا اللي راهم في لاس فيغاس كذلك أهلا وسهلا بخوتنا اللي راهم في وراهم هذو أعزائي الفقاقير في الأسترالي أهلا وسهلا بكم جميعا تاع الأسترالي كذلك سي فروم بينيفودا تو لاس فيغاس وي ار ويز يو صح فطورك اختي واش قالوا في الجورنال ثاني راحوا شافوا التنس في رولان كاروس فكروناش مام با بلوطة تزوها لنا والله بيان سور صح فطوركم العتاليس راكم في الإقامات الجامعية هذا المطعم الجامعي أهلا وسهلا بكم صح رمضانكم أنتم ولا راكم توستا راهم في البيفرلي هيلز أخوتي قلت لكم رانا حتنا العالم في واش قالوا في الجورنال في مدريد كذلك في مدريد خاوتي في لاظا في الأيروبور تاع مدريد والله غير شفتها بعيني المترو تاع الأيروبور تاع مدريد أكثر من المترو تاع العاصمة أخوتي جيبها واحد ال 20 دقيقة وتتمشي باش يديوك من محطة الأخرى من ترمينال لترمينال قالوا لنا قوة عظمى يفو فينا ها في ألبرتا ما على باليش هذه في كندا والله ما على بالي قلت لي غير ألبرتا خاوتي المهم راهم يجبدوا في البترول واش قالوا في الجرنان في تالين هذه الله أعلم هذه جوية الرواسة والله لينين كراد والله ما على باليش واش هي تالين هاي لو دوس تيودوس تاماخا صح فطوركم والله ما على بالي وراكم خاوتي ماذا في موسكو صح فطوركم خاوتنا تاع موسكو تصوموا وتعاودوا ان شاء الله ربي يستركم لا 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 لن تكمل سعادتي اعزائي الفقاقير اذا لم احيي خاوتي الفقاقير راهم في سطيف اهلا وسهلا بكم كحله والبيضه صح فطوركم جميعا بيان سور الماستر شيف سوف نكمله في رمضان خاطرش الجماعه تاع العتاليس مازال راهم يعقبوا في الاطرابه تم دوروها لكم فوق لي بروتين يحطوها يبدروها لكم هكذا اون ديريكت فوق هذه في الاقامه الجامعيه في تتلي سي سي 4 اما ولاو يديروها لهم اون ديريكت لي فيتامين جي الفقاقير راهم يسوقوا ويتفرجوا فينا ومن بعد كي حبسوهم لام بوليس يقولوا المغلطه تاعي بيان سور على بالهم بيا بلي ما عندناش الاس دوز هم يمسحوا فيا الموس صح فطوركم امشيوا سوا 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 على هذه قال لنا ويحيى
ما تاكلوش فيها قول تنام وين فهمت اجتكم خضرك شي معمره فيتامينات هاي ذبابينات والدودويدات دانون سي حتى دانون ندبنا له في الجزائر السي محمد لما لقيتوش اللي ايورث نجيب لكم لا ميم شوز بيان سور بنفس الدواديد في الانفرز هاي في الانفرز السي محمد بورتو قال لنا الامام قالنا ما تخونوش في رمضان لازم تبيعوا غير السلعه المليحه ولازم تكونوا زان وما تتنرفوش فخامه فضيله الامام لازم نكونوا طري طري جونتي مع بعضنا واحد ما يتهاوش خاطر واللي تشوفوه يتهاوش ما تفكهمش خاطر هذوك اللي راهم يتهاوشوا ما يحوسوا على الفكاكه خليهم يتقاتلوا يقاتلوا ما يطيحوا كا وبعد يروحوا هذا ما كان خلاص واحد ما يتنرفا ترانكيل انتم راكم تبيعوا في الخضره بيعوا في الخضره اكل غير المليحه برا ما ديروش غير من فوق من تحت مليحه ومن تحت هذيك الصغيره اللي ماشي مليحه لانه من غشنا فليس منا ها كما قالت السيده هذه غسلوا البطاطا باسكم على بالكمش لا جايه من كندا والله ما جايه غسلوها شلوها مليح هذو هنا فهمت انا لا ما ربي يرحمها هكا تقول خوتي تقول لهم شلوها مليح من شيشه شلا لا يشللوا شيشه سي محمد ان ذا سيم تايم خاوتي ذا ار ستيل واتشينغ بي الشمال هذوك من فوق خلاص كعد ما عندهمش الشمال الزنا ديانس تاع الميريا بيان سير هاهم في الاسبان ولحقونا خاوتي ان ذا ام ستيل واتشينغ هذا ان شاء الله ما مدرقين تحت الفيت تحت الفيستات ان شاء الله تيل ذي اند رمضان وبا رمضان حلم بلادي خاوتي وين رايحه وبلادي انا وسمني وسيم وانا ليلي nous sommes déjà algériens et on habite à Fontainebleau en Île-de-France à Paris et on aimerait et que notre rêve c'est de grandir et d'aller en Algérie et construire l'Algérie pour qu'elle devienne un grand pays نحبكم بزاف الى اللقاء السلام عليكم راني معك ابو عادل من المانيا نحيي جميع طاقم المغاربيه بالطبع معروف حلم بلادي كما جميع حلم الجزائريين سواء كانوا في الخارج او في الداخل البلاد ان شاء الله تسقم البلاد ان شاء الله وان شاء الله هاد الناس اللي راهم مشدين الحكم ان شاء الله ربي يهديهم ويفيقوا الروح فيهم شويه الناس راهي تقدم وتروح لقدام وحنا رانا نرجعوا لورا وانا قاعد نسلمهم هما بس ما مش يخموا على الشعب راهم يخموا غير على المصالح الخاصه تاعهم هما والحاشيه ديالهم برك وان شاء الله ثاني الشعب لازم يفيق شويه الشعب ثاني ما يبقاش هذا غير راقد يفيق يشوف الناس كيفاش راه وهذه هي واش راح نقول لك انايا وربي يصلح الاحوال ان شاء الله وربي يهديهم ان شاء الله وهذا ما كان وبون كونتينياسيون السلام عليكم السلام عليكم خويا مهدي وكل فقاقيع الجزائر انا اخوكم فقيع كان مهندس معماري زمانا لكني الان ببريطانيا منذ 5 سنوات حلمي أن تكون هناك قيمة كبيرة للشعب الجزائري خارج الوطن لأنه أي شيء يفعله أي مسؤول داخل الوطن ينقلب سلبيا على شعبه خارج الوطن لذلك نتمنى أن تكون هناك عدة إصلاحات وطنية اجتماعية واقتصادية وطبية حتى تكون هناك قيمة كبيرة وهيمنة للدولة الجزائرية من بين الدول السلام عليكم هلا السلام عليكم خاني ميدي I'm Luciene from Manaus, Brazil. I'm here in London, and I wish to Algeria people a new and young president who can really take care of this country. So I can say to the President Boucharita and his government, go out from this country, because this country needs a new president who can look after this country and Algeria people. Boa sorte. Thank you. الله وبركاته خويا غاني معك جمال من سكيدة حلم بلادي هو الاستقرار في هذه البلاد والمحبة بيننا ونطلب من الله عز وجل أن يجعل الخير في هذه البلاد وإن شاء الله يتوفر العمل لكل الشباب ناسي بوم مبقاش طاح دانا بتنا كما يقولوا إن شاء الله هذه الجينيراسيون الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم خوتي لي زالجيريان حلم بلادي هو تفتح الحدود المغربيه الجزائريه وشكرا وين رايحه وبلادي رايحه
بن غبريط خاوتي وما جاري المياه. بن غبريط خاوتي رحت زارت واحد القسم هكذا، حاشاكم منين دخلت القسم طاح عليها الزيغو، حاشاكم دنقت هكذا للزيغو، لقات باللي ولادنا راهم يقراو، ضحكت قلت لهم هذا فعل مليح. شفتوا خاوتي، اوليو دير ان سكوندال وتقول لهم كيفاش ولادنا يقراو في مدرسه فيها المجاري المياه الواسخه، ابا صارت تضحك. تلقت تسريب المياه القذره فوق راسها بكل روح رياضيه بالضحك. اضحكوا اضحكوا بولادنا، مستقبل ولادنا، اعطيكم الصحه. هذا فقير عزيز الفقير من بومرداس ب 35 دس لي هذه التسواره، حيرتني، اعطيني الاخرى عايشك. قال لي دومونديت كارطا تاع البنكة من لوروب، جاتني في سمانه جاتني، قال لي عندي ثلاث شهور وانا نستنى في الكارطا تاع الجزائر تاع البونس تاع الانجيري، قال لي بزاف ما وصلتنيش. قلت له تاتي مالاد وفي باك، استنى لازم نتعلموا الصبر كما قالوا الامام تاع قبيل، قال لك الصبر هذا الصبر تاع حنايا عام طول حنا صابرين هكذا زين في رمضان، ما تقلقش مره. ها هذه هي ريسبونسابل تاع لابوست الجديده، فرعون جابوا لنا فرعون في لابوست الجديده. واش قالت لهم؟ اي تعلمت الفستي خالتي، تعلمت الهف. ابا في شهر داروا لها لونترينمون ولات تيري بركا خالتي. قالت لهم، قالوا لها الانترنت تقطعت، كوباو لنا جده. قالت لهم هذا ماهوش كوباج، هذا اسمه تذبذب فقط، ان هذا لتذبذب وليس انقطاعا. قلت لكم خالتي سي سبيسيفيك، اسي سبيسيفيك جدكما. على هي بعثوها غير سبيسيفيك. نحن في زمن الرداءة وللرداءة اهلها. ما قالت لناش باللي انترنت تاعنا هي اضعف انترنت ما بين الاجناس. ها مواقع عالمية تكشف فضيحة سرعة الانترنت في الجزائر. كشفت مواقع مختصة الانترنت عن الوضعية المتخلفة التي تعاني منها الجزائر مقارنة بالدول الاخرى، حيث تحتل الجزائر المرتبة 181 من بين 202. على بالكم شكون اللي قبلنا خاتي؟ نفوز نيرفي بارانا في رمضان، ريحو زانه، ناميبيا، انغولا خير منا. اسي محمد تي فوا كومون سا سباس دون ليسباس. اي سي وكان تهضر يعطيوك طريحه، سوا في الانجيري سوا الاكستيريور دو الانجيريا، ماشي كيعودوا عايشين الفقاخر عايشين في الخارج يقولوا ما تحكمش اليد تاع اللي راهم متنرفين تري سبيسيفيكا. ها اون الجيريان اغريسيون كونسيول الجيريان دو باري، راحت تجيب الباسبور تاع امها بعطاوها طريحه. حنايا رحنا للقنصليه هذه ابا صورونا، قلت لهم انا جينا احنا مواطنين جينا نشوفوا فقط في القنصليه جايك شنو يخصكم والله هذاك، ابا من فوق قعدوا يصوروا فينا الكاميرا جوا. والناس يديروا على 4 تاع الصباح يديروا لاشين حتى الغرغد و 4 تاع الصباح باش يديوا الورقه هذيك تاع الاس 12 خاوتي. هاي راحت تجيب الباسبور، ها في القنصليه تدخل للداخل، الطواليت عنده عامين ما هو مسكر. هذه واحده فقيره قالت لي والله غير عنده عامين وهو مسكر الطواليت. كان يقولوا لهم عندنا الاولاد وعندنا العجايز والشيوخ هذاك، ابا يدزهم خاوتي يدزهم يقولوا لهم كاين القاوي برا. السي محمد قلت لكم بوتفليقه قال لنا نطلع لكم الكرامه تاعكم الفوق الفوق. ها القطوط، القطوط خافتي على هذيك القطوطه واش تاعي عطاها، ها من القطوط وعندهم باسبورات اس دوز. ها حنايا عندهم عام والناس يستناو، عام وما يمرمدوا فيهم في كل دول العالم حتى في لي زاميريك تاع الامريكان خافتي. واحد الفقاقير بعث لي ورقه قال لي نتيليفوني في كندا يقولوا الو، يقولوا الو، يقولوا واش ما عندكش انترنت في الدار؟ يقولوا عندي، يقولوا روح دير في انترنت وراك روش عليه. في الامريكان تاع نيويورك ثاني يروحوا من واشنطن حتى لنيويورك، كاينين اللي يروحوا من يوستون حتى لنيويورك، ست سوايع سبع سوايع طيارات. ومن بعد يقولوا لهم وليو دون سي موا، يقولوا ناخذ نجي وحدي ما نجيبش معايا الاولاد ولا يقولوا لازم تجيو كل يشتيو يشوفونا. قلت لكم خاتي يتمسخرون بنا. ها ونواب البرلمان ديال سيم تايم، نواب الاغلبيه يرفضون الاسلام دين الدوله، قالوا لهم شنو واش حبيتوا؟ جيبوا ديروا الكوميرس كما حبيتوا، الكوكوماني، اللحم تاع الخنزيره كرمكم الله، شنو هو ساكو فولي؟ هكذا قلت لكم انا لا اي سي تي، لا اي سي تي في لا سي تي تاعنا. قال بأن الوزارة لأول مرة تحترم توقيت ليلة الشك بين طيور رمضان سيكون يوم الخميس ولا خوف على الجزائريين من الحرارة.
انا الجزائري ما نخافوش من الحراره، حنايا ديجا الحراره هي اللي تخاف منا حنا، يرحم والديكم. دوك نهضر لكم على واحد الحراره ثاني صارت لنا خافتي على ابواب رمضان. ها في الامريكان، في فرنسا، في كندا، في الانجليز، في توت الاوروب خاوتي، المتاجر عبر العالم تحتفل بقدوم رمضان وتقول للمسلمين، تقول لهم رمضان كريم، وباش تبر لهم باللي راه كاين، باللي رانا نحسوا بكم باللي راكم صايمين، ابا تنقص لهم في لي بري. ها 50% دو ريدكسيون، رمضان مبارك. ها 1 دولار 98 او ليو دو 2 دولار 62، 50% دو ريدكسيون. اللي هنا في الانجليز كذلك تخفيضات رهيبه. صوم برك، صوم برك، صوم وكول برك، ما تخممش على جيبك. وفي الجزائر تلتهب الاسعار، ويجينا على البولي ما حبناش يقول لهم اسمعوا لا 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 طلعوا لي بري، عرفوا باللي الناس هم يشربوا يشريوا بزاف. سي محمد ها هو زربوا، انا بدينا عندنا خمس دقائق زربوا، واش راكم متعنكشين؟ زربوا يا جدكم، واش بيهم هذو؟ شفتوا النواب، النواب ما يدنقوش لي زيتيديون الجيريا والمواصلات الجزائريه في اي حاله هي. ها على هذيك تطلع لنا الحراره، احنا نوليو نقطعوا حتى في الكراسات عليهم بوس. سي محمد كي تروح للسبيطار تلقى الماء، الحمد لله داروا لنا الماء بيان سور، دوكا كل صايمين. با الماء تشرب، هذا الصوره من المركز الاستشفائي الجامعي تاع المديه، با ماسين لهم قوطي حاشاكم وتشربوا. اللي يخش بميكروب يعطيه الجماعه كل في السبيطار. شفتوا على ذي قلت لكم انا في السبيطار تدخل بمرضى تخرج ب 20. سي محمد ها في نفس الوقت في الجنوب الجزائري امبوازونمون او سيانور اطام سيت ترافايور دو لي نور سون ديسيدي. وابو العتاليس يقول ما كانش منا واحد ما مات. ها جزائريين يخدموا يروحوا في المنجم تاع الذهب اللي نهبوا شاكي بخليل اند كومباني، على بالكم باش ينحيوا الذهب من لاروش لازم يستعملوا السيانور. السيانور كان تستعملها لمده طويله لي نيرون تاع السيرفو تاعك يسو ديسيش، تولي ما تشوفش، النيرون تاع المخ تاعك يبسو وتفقد البصر. هذو ماتوا، واحد ما على بالهم شنو صار في في خاوتنا في الجنوب الجزائري. خاوتي وش يجي بنتورا الهول وش يقول؟ توظيف مليون عامل في قطاع السياحه مستقبلا. يا سلام سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا ترعه المفهوميه، يا فيلسوف الحمير. الكذب مازال لحد الساعه ساري المفعول خاوتي، وكي تهضر معاه يجيبوها الوزير هذا يقول لهم اللي يهضر يطير. تحرك دراسه je demande il tnaha il tnaha on est en train de suivre même le comportement des gens اللي باغي يعرقل هذا راه قدامه ويلا ما تلهيناش به بحاجه اخرى. شفتوا خاوتي كش ما سمعتوا في بلاد وزير يهضر مع المواطنين يقول لهم اللي يهضر يطير راسه، وسكتوا لك كش ما ندير لهم حوايج اخرين خاطرش انا نتبعوا فيهم امي ما يواتشوا فيهم. خرجوا لنا خلعه خاوتي، ها قال لك راحين نديروا مليون مليون نخلقوا مليون فرصة عمل في السياحة. في السياحة ها عنقت حديدة وخلات حميدة. ها في بلاصة واحدة في مدينة جنيف السويسرية كاينة فيترينة واحدة مكسرة خاوتي، كاينة لائحة واحدة مكسرة في في لاين سويس كاملة تاع من قلقكم تاع الجيري. مش هذه هي الفيترينة الأولى تاع السياحة تاع بلادنا؟ هكذا راح الهول يجيب لنا السياح في هذا في هذا الجيري. خاوتي تخدم وحده لهنا بنت جينينان هي وراجلها جامي جاو، وروحوا سقسيوا عليهم جامي حطوا كرعيهم ثم ني هي ني راجلها، هي تدي 6000 فرنك سويسري هو يدي 5000 فرنك سويسري، شويه اقل من 6000 ولا 7000 اورو، شويه قد 100 مليون يديهم 100 مليون شهر وكرهم ما حطوهش في لاجونس الجيري. شفتوا خاوتي شفتوا كاين 10000 امبلوي في اير الجيري، وقد عندنا نطير عندنا 40، وخليكم تحسبوا على بالكم باللي في في الايروبور دالجي كاين ديريكتور تاع اير الجيري وكاين انوتر ديريكتور تاع اير الجيري وكاين اربعه شيف ديسكال وكاين ثمانيه فيس شيف اسكال، وهذو الكل عندهم 4000 اورو وعندهم دار وطوموبيل. ليه عندنا زوج مدراء خاطرش الاخر قال لهم انا ما نروحش؟ بيان سور ما يروحش، عنده البيات باطل وعنده الدار باطل وعنده 4000 اورو في الشهر، وتروح تهضر تدي طريحه. ها بخاوتي
فقاقرة من كندا بعث لي هذا الطبق 12 ساعة هما في الطيارة. ها قلت له كثر خيرهم، قلت له قداه البي؟ قال لي 12 مليون. قلت له وسلكتوا البسكوي ولا ما سلكتوش؟ ها عطاهم البسكوي وعطاهم الفرماج 12 مليون الفرماج. هذا ما يجعل من الفرماج الجزائري أغلى فرماج في العالم. هاليلويا. سي محمد شفتوا، قلت لكم صنع تراك، هما داو صنع وإحنا دينا تراك. سي محمد أو يضحك، يضحك بندورة، يضحك بيان سور يضحك. دعا إلى تطوير وتفعيل الفعل السياحي، قول السائح الجزائري لا يعرف سكيك دوا جيجل لكنه يعرف طبرقة وجربة. وانت واش تعرف؟ تعرف موناكو وتعرف جنيف وزوريك وبيرن ولوكسمبورغ وليزيل كايمون اللي مخبي وين مخبي فلوسك. الله لا يتربحكم، تنرفيونيش خاوتي تاني في رمضان، عايشكم مزيان طلاك فو باسا. هاو جا المدير الجديد فيما كشف عن مخطط لإعادة هيكلة الشركة، أو يهدر على سوبرابتيسمو أو يهدر على بنتورا، باسكو بنتورا هو اللي كان الديريكتور تاع النقل. هاو واش يقول؟ شركة الخطوط الجوية الجزائرية مريضة، أني مالاد، يجب على المسيرين تعلم تنظيم رحلة من جديد. قال لهم ما يعرفوش ميم با يورغانيزيو أن فواياج، رحلة ما يعرفوش يديروها. ضمنيا واش راهو يقول هذا السيد؟ يقول باللي الجيري نا جامي اكزيستي، كذب، تكزيستي غير ليهم. خاوتي تلاقيت مع فقاقير السمانة اللي فاتت في مطار هيثرو قاعدين يستناو، عطاوهم 10 درهم قالوا لهم بواحد البون قال لهم روحوا شريو ساندويتش. الطيارات كل راحوا هما قاعدين يلعبوا، جاو من بعد شربنا قهوة وصورنا مع بعض. قلت له ما هدروا، اي قلت له ما هذوك نديروا حصة اي غاني احنا مروحين وتقعد هنا وعلى معايا العجوز والولاد وعلي ترانكيل تو فا بيان تو فا بيان خاوتي. ها ومازال يدير لهم العراقية، راح لغردية يهفيهم قال لهم جو دي بليزير، تلاقيت مع اعوان تاع غردية ومازال ذوك الدم للركبة، والله ما على بالهم بجدك يا واحد الهفاف. ها دعوا الشر يديروها مليح والله، والخير ولا عندهم حير. ها اخرج برا، اخرج برا، روحوا الشوارع تاع غردية شوفهم كيش راهم يتقاتلوا. ها إباضيين ومالكيين زرعتوا فيهم الفتنة. على ذلك نقول لكم خاوتي والله غير الفتنة هذه اللي راهي صايرة، هذه القرة اللي راهي شاعلة بيناتكم غير شعلوها باش يفرقوكم. شكون المستفيد الأول والأخير؟ هما بركيكم القرة هذه، بركيكم الثورة هذه، بركيكم الحقد. احنا يا شعب واحد لازم نلموا بعضنا، احنا يا برك مازلنا نقتلوا في بعضنا ونسبوا بعضنا ونحرقوا ديار بعضنا ونسرقوا في بعضنا وننهبوا في بعضنا ونكذبوا على بعضنا في شهر رمضان. تستناو في هذ المسؤولين هذو يجيو يديروا لكم حل، داروه لارواحهم. هاهم ولاو يستناو البريزيدون الفرنسي باش يجي يعطيهم الكيتيس، يعطيهم الضمان لسيرورة منظومة الحكم الفاسدة. ها لالجيري تان ريجيم سون فيزاج، الإعلام الفرنسي خاوتي ولا يكتب يقول لهم باللي لالجيري تان ريجيم سون فيزاج، ما عندنا حتى وجه. 15 جوان خاوتي الرئيس تاع فرنسا جا يزور الجزائر، بصح جامي كي تقول له كي تقول له مسيو البريزيدون قولوا لنا مو سماح على واش درتوا فينا، على المليون شهيد اللي قتلتوه، على 45 ألف جزائري اللي قتلتوهم. يقول لك اه سيتي با جينوسيد سيتي اون غير. في 1940 خالتي احمد بن بلا كان رقيبا في كتيبه المشاة رقم 141 التابعه للجيش الفرنسي. في 1944 قلده الجنرال شارل دوغول، اعطاه ميداليه تاع العسكر تاع الجيش الفرنسي شكرا وعرفانا على ما قدمه من تضحيات وبطولات للجيش الفرنسي خلال الحرب العالميه الثانيه. في 22 اكتوبر 1956 طلعت واحد الطياره خاوتي بالرباط مدينه في المغرب ورايحه تونس، وفي النص حكموها دزوا لهم جوج طيارات تاع فرنسا وهبطوا جدها في الجزائر. على مثل هذيك الطائرة كان أيت أحمد وخيدر وبوضياف وبن بلة، في ربعة كان عندهم المكاحل والبشاطات.
هذو الابطال الكبار تاع ليزانجيريا ما تيروا حتى رصاصه خالتي باكي خرجوا داروا هكذا تعطاو داروا لهم لي مرات وتكون في الحبس من 56 حتى 62 وما في الحبس. في مارس 1962 بداوا اتفاقيات افيان خالت تحديدا في 8 مارس 1962. في 8 مارس 1962 اللي كانوا ديفاندو علينا في اتفاقيات افيان من بينهم رضا مالك ديمقراط كريتا كانوا قاعدين في ان غران اوتيل في جنيف ويقراو في لي ماغازين دو مود ولي ماغازين تاع السبور وكيجوعوا عيطوا للطاكسي يقولوا له ادينا افخم افخم مطعم ايطالي ناكلوا بيتزا. في 18 جانفي 2001 خاطي اعترف البرلمان الفرنسي بإبادة الأرمن من طرف الجيش التركي. لا شانسيليير أنجيلا ميركل اعترفت بأن ألمانيا تتحمل مسؤولية أبدية تجاه اليهود والمجازر التي قام بها هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي في 2003 راح لافريك دو سود وزار لا بريزون زنزانة وين كان متواجد نيلسون مانديلا كي دخل هكذا فريق كاميرا تاع العالم الكل صوروا فيه دار لهم هكذا قال لهم على الإنسانية جمعاء أن تندد بهذه العنصرية والإجرام ضد السود والأبرتين. لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر وش يقول فرانسوا هولاند رئيس تاع الفرنسي يقول سيتي اون غير دون ارمي كونتر اون ارمي الارمي هذوك يتيروا بالنابال والبلوط وهذو بيقولوا تحيا الجزائر وهذه الاعلام وفي الكنديين واحد 45 الف واحد فرنسا قتلت 45 الف واحد في قلمة خراطة وسطيط وهز الطيش جدهم في شعبة الاخر فرام دوكا كاينين شوادة بصح هذا لهني لا تعتبر ابادة سيتي غير دون ارمي كونتر اون ارمي خاطر. الرئيس فرانسوا هولاند زار الجزائر منذ يومين في 15 من جوان 2015 كانت وليو تخمو تلقاو بلي فرنسا دخلت في 15 جوان 1830. التاريخ يعيد نفسه وفرنسا لا زالت تزور الجزائر وكأنها مستعمرة أو مقاطعة من غير. الرئيس الجزائري لم يظهر على أرضية مطار هو لمبادر استقبال الرئيس الفرنسي. الرئيس الجزائري غائب خاطئ وغائبة هي السلطة الجزائرية التي كتب عنها الإعلام الفرنسي بأن الجزائر تسير دون رأس. ولهذه القصة ولتاريخ منظومة الحكم في الجزائر تكملة إن شاء الله. تاريخ مزيف مكتوب ومرصع بالأكاذيب. ها جولينا يقول لنا الرئيس تاعكم هو طريط ربيان. هذا الرئيس تاعنا طريط ربيان. العجل الرئيس تاعنا طريط ربيان لا ما يديرش كونفيرونس دو بريس. العالم تاعنا ولا وحده مسكين في الجزائر الحرة. ابا بريزيدون فرونسي يهضر والدرابو تاعنا واحد ما يهضر في بلاصتو. بريزيدون تاعنا ابسون. شتو له لي فرونسي كتبوا في الجرائد تاعهم اكل باللي سي تاع ريجيم سون فيزاج. طفوا عليهم الضوء خاوتي لي جورناليست دخلوا غير الكاميرا تاع فرونس تدخل طفوا عليها الضوء. علاه؟ باسكو لي كاميرامان لي زالجيريان قالوا لهم اسمعوا ما ديروش الزوم على الرئيس. وهذا الكاميرامان تاع فرونس دو منين دخل زوم على رئيسك طفوا على جد الضوء. شفتوا خاوتي بعد راح الجورناليست تاع بتي جورنال الجزائريين ولاو يستناو في البتي جورنال تاع كانال بلس باش يديو المعلومات تاع الرئيس تاعهم. خاوتي شفتوا وين وصلنا؟ شفتوا خاوتي هذا الجورناليست راح للامباسادور تاع الجزائر في فرنسا قال له صح الرئيس الجزائري هو اللي مازال يحكم في الجزائر. شوفوا واش قال له خاوتي. Est-ce que c'est encore monsieur Bouteflika qui dirige l'Algérie? Non, c'est vous. Non. Je ne vous répondrai pas. Pourquoi? C'est indécent. Non, je pense que c'est légitime. Non, indécent. La fin des Algériens qui posent des questions sur la tête de leur président et je n'ai pas de réponse. Indécent. C'est indécent. Allez. C'est indécent. 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 Son Excellence, عطينا تي الجواب. Est-ce que c'est le président qui gouverne في الجزائر؟ أه؟ ويجي البريزيدون الفرنسي وجماعته ويقولوا لنا باللي الرئيس تاعكم هو طريط ربيع. هدرنا معاه لمدة ساعتين. بريزيدون بوتفليكا m'a donné une
الرئيس بوتفليقة أبرز لي صورة تؤكد بأنه محافظ على قدرات فكرية عالية، وقلما نلتقي برئيس دولة لديه إلمام بجميع المسائل. شتو خاوتي إبا كي هدرتم معاه لمدة ساعتين يرحم والديكم، دومونديو له قولوا له يهدر زوج دقائق مع الشعب تاعو ويقول لنا رمضان مبارك. On behalf of the American people, including Muslim communities in all 50 states, I want to extend best wishes to Muslims in America and around the world. Ramadan Kareem. Send my very best wishes to everyone observing the holy month of Ramadan. شفتوا خاوتي كامرون اوباما تولي بريزيدون دو موند اونتي هضروا مع الشعوب تاعهم مع الشعوب الاسلاميه وقالوا لهم رمضان كريم. حنا الرئيس تاعنا يريح 2 زور مع البريزيدون الفرنسي وما يريحش معنا 2 سكوند ما عطاهالناش. ما كان حتى كاميرا جابت واش قالوا خاوتي، بصح حنا الكاميرا تاعنا دخلت حتى الطياره تاع فرنسا كي عاد البريزيدون الفرنسي جاي وتمعت تبعت وحتى نتلاقى مع الرئيس بوتفليقه. فيديو اكسكلوزيف ليكم خاوتي. صح افطركم. Non, je pars pour une mission éclair. Non, 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 je dors pas là-bas, ça va pas, non. Je vais juste donner un coup de main à Saïd et je suis de retour ce soir. Ciao. C'est vous le spécialiste de langage bouteflérien? Oui, monsieur. Vous êtes algérien? Oui, monsieur. Vous êtes où? Je suis de Moujda. Ah, vous êtes algérien français? Oui, monsieur. Et comme on dit, je suis heureux de vous retrouver et vous êtes en plein fond. Et comme on dit, oublions le passé. On dit la France doit rester le meilleur allié de l'Algérie. Vous voulez quelque chose? Une coupe de champagne. هولندا شو قلنا؟ زيارتي للجزائر في إطار تقارب البلدين وتصالح الذاكرتين. كيف تتصالح الذاكرة خاوتي إذا ما كانت هنالك صراحة وحقيقة؟ في لافريك دو سود بعد المعاناة تاع الأبارتايد جابوا اللي قتلوا واللي داو الناس وطيشوهم في البحر ودفنوهم أحياء وقتلوهم في الزنازين وجابوا العائلات تاعهم. الأخر يبكي ويقول لهم اسمحوا لي ويدرناها، والأخر يبكي ويقول لهم اسمح معليش. هذه المصالحة بالحقيقة مش بالكذب وبالوهم والافتراء في الدم الكنز. مازال ذوكا أمهات تاع مفقودين يخرجوا يبكيوا باش يعرفوا معلومة واحدة على أولادهم وين راحوا، الله واحد ما على باله بجدهم. كيف تكون هنالك مصالحة وذاكرة حقيقية بين الجزائر وفرنسا وانتم ما تهضروش على الصور هذو، ما تقولوش باللي جدادنا كانوا يعاملوا في الجزائريين كحيوانات؟ كيف نبني ذاكرة سليمة وانتم كنتوا تقتلوا في جداد جدودنا وامهاتنا خواتاتنا كنتوا تقتلوهم صباح وعشوة هم لي سولدا فرونسي عاقبين عليهم كوم دي زانيمو؟ في 2015 يجي البريزيدون فرونسي نون سولمون يسكروا الطرق بصح يمنعوا ولادنا باش يروحوا يعقبوا الامتحان تاع سيزيام. هولندا يحرم التلاميذ من امتحانات المتوسط، لماذا؟ لان المستقبل تاعهم خير من المستقبل تاع ولادنا. لا فرونس سي لو افونير، فرنسا مستقبلهم. كيفاش يحترمنا هولندا والوزراء تاعنا يظلوا يطلبوا منه الفيزا خاوتي؟ كيفاش تحترمنا فرنسا والوزراء تاعنا والمسؤولين تاعنا يروحوا يداويو ثم؟ كيفاش يحترمونا؟ كان جا هذا عنده شرف وكرامه كان يقول لهم شو تحملوا عليا خليوا الاولاد يروحوا يقراوا، كي يروحوا يقراوا ديوني بالطوموبيل انا نروح نشوف هذاك الرئيس المقعد. لكن لا مبالاه،
ينوزك راس، قولوا راح يديرها في فرنسا، اقسم بالله العلي العظيم خير انا في رمضان ولا غتطربق عليا فرنسا. الى انترديا دي زونفون دو باسي لور اكزام ولا غيطيروا بجدو. حنا يا ولادنا ما يغدروش من بعقبوا الاكزام اخوتي. وشي يجي صاحب المهمات القذره لو ريفونو خاوتي. تنرفوش خاوتي رمضان. شقيق الرئيس لا يطمح ابدا في منصب الرئاسه. ميرسي بوكو كثر خيرك صح فطورك. اه هكذا انه ترانكيليز. قالنا جماعه ما تتقلقوش سعيد غير مهتم بالرئاسه. شفتوا ان اونسيان برومي مينيستر خاوتي، ان اونسيان برومي مينيستر يهضر مع الشعب الجزائري لماذا؟ ويقول لهم باللي هذا الذي بالنسبه لنا لا شيء. لماذا؟ لانه سياسيا الشخص هذا انيكزيست با في الساحه السياسيه في الجزائر خاوتي. شكون هذا السعيد؟ شكون اللي داروا؟ داروا خوه كونسيير على بريزيدونس، كما دار اختو كونسيير على بريزيدونس، كما دار مو ربي يرحمها كونسيير على بريزيدونس وهي طيب له الماكله فقط. كيفاش هذا السيد اللي داروا خوه كونسيير على بريزيدونس بمرسوم رئاسي غير منشور يجي هذا يهضرنا عليه قلنا لا يطمح في الرئاسه؟ شفتوا وين وصلنا خاوتي؟ شفتوا لا مهدي ربي يرحمه يقول لك زمن الرداءة ولرداءة رجالها، هؤلاء هم رجالات الرداءة خاوتي. أو تجي لقرنون خاوتي، القرنون يغلب رمضان خاوتي. حنون تشكك في رسالة بوتفليقة لسعداني، قلت لهم بوتفليقة ماهوش هو اللي كتب الرسالة، إذا كان بوتفليقة ماهوش هو اللي كتبها، كتبها خوه، وخوه قالوا لنا باللي غير مهتم بالرئاسة، بصح دوكا راهو يبريباري في الأفلان والأراندي وتاج باش يطربقوا جده. انا اعرف الرئيس، هذه ليست رسالته، تعرفوا طرب يا سي محمد. هذا انحراف خطير. وقلت لهم الرساله اللي كتبها تريبل بو قايد صالح انحراف خطير في المشهد السياسي الجزائري. مرسي بوكو. حنون اللي كانت تتغدى وتتعشى مع تريبل ويفي، انت كاذب وغبي يا سعداني، دعته الى تعلم فن السياسه. ام دخلوا في بعضهم خاطئ. يا جماعة يا جماعة قولوا اللهم اني صائم يا جماعة يرحم والديكم قرنون القرنون وسعداني قولوا اللهم اني صائم. ما تنرفوش راكي خير انا في الزين تاع الصبر. واحد ما يتنرفى في رمضان خاوتي ريحو كاع زين. اعطيني جوج تسوارة يرحم والديك. سمحوا لي اخوتي. بنفليس خاوتي بنفليس قال لنا باللي دقت ساعة التغيير. يعطيك الصحة عمي بنفليس. بون سياست. فوالا روح تقيل يرحم والديك هكذا. وهذا مسيو حمروش شوفوا لي هذا ثاني برومي مينيستر والاخر ثاني برومي مينيستر وجاو يقول لنا اعتبروا يحيى سلعة منتهية الصلاحية. قال له يحيى قال له انت يا بيريمي هكذا هذا خطي. وش قال لنا؟ لا صراع بين الرئاسة والمخابرات في الجزائر. طري طربيا اونيكتوس طري طربيا. مسيو حمروش مسيو بنفليس كثر خيركم على هذه المساهمة السياسية. بون سياست. يموت أحد الفقراء فيغضب الفقراء فتقوم ثورة يموت فيها باقي الفقراء. ها اون فاس دو بارلومون خاوتي أنا الجزائريان مواطن جزائري هز ولاده وقال لهم دوك نطيش راحي. مواطن مع اولاده يهدد بقتل نفسه امام البرلمان. شفتوا خاوتي امام البرلمان. نقول لك خويا والله ما على بالهم بجدك. تبلونجي ولا دير سون بريير ولا تروح براسك هكذا والله ما على بالهم بجدك. اما ديجا ضربنا بقيلوله حتى الخمسه ومن بعد يتفرجوا المسلسل التركي ومن بعد يهمهموا في طابله لا بدايه لها ولا نهايه. وانت يا اختر روحك كي يدفنوك يحطوا عليك الدرابو. هام يسلموا بين بعضهم. هذا اللي راهو يسلم على الدوبل كاربيراتور خاوتي اسمه طاهر خاوه هذا من بلديه عين جسر ولايه باثنا خاوتي او يسلم على راسه بيان سور باسكو كي يسلم على راسه سي لي زافيريت. هذه لا سيناتور تاع لا مافيا خاوتي. كي واحد يسلم له على راسه هكذا تسمى قول له سي توا لو بانا وكي يسلم له يعطيه لو كيتوس يقول له اوكي هكذا ولا ليصبح وزير العلاقات مع البرلمان. سي محمد
شفتوا كيفاش يصبحوا الناس تافهين وزراء في الجزائر. بصح حنايا ما عندناش غير النيجاتيف في هذا البرنامج، عندنا كذلك البوزيتيف. ابا في النيجيري في وهران خاوتي درنا بلي غران بايلا دو ماب. ابا البايلا ما نعرف لا صح والله، البايلا اسمها التاريخي البقيه. قال لك بكري كي كانوا العرب في الاندلس حاكمين العالم نص العالم، ابا كانوا ياكلوا ويديروا الحفلات وشطيح ورديح وهذاك، ابا يقعد الحم، يقعد الروز، يقعد الدجاج. جعت يا جاتكم. قلب اللوز، الهريسة، البن، الحميس الحار، الشربة. المهم ماذا كل خاوتي والبقية هذيك اللي تبقى يعيطوا لها البقية. الإسبانيول ما يقدرش يقولوا القافة هذيك بقية، البقية الإسبانيول هذول بقية بايلا، ولات بايلا، كلات بايلا. دوكا ولا البلا برينسيبال تاع الإسبان بايلا. أبا في وهران راحين يديروا بلو كرون بايلا دي مود خاوتي. أبا يديروها داروها في واحد السني في 25 متر خاوتي. مزنجر هذاك موش زنجير خاوتي، هذاك سي لاروي، سي لاروي ناتورال. ابا ضربونا بعين تحركت خاوتي. حنا يا خاوتي ما خسرنا والو في هذه، ما دخلناش الجينيس بوك في الكبيره، في الكبيره البايلا الكبيره، دخلنا في الجينيس بوك تاع اول شعب يمبلانجي في بايلا، في بلا تاع بايلا. سي محمد وهذا اكل تحت الرعايه الساميه لوزير السياحه سولو باريناج دو مينيستر دو توريزم اي دو لارتيزانا اي مسيو الوالي دوران. شفتوا خاوتي وين يدخل الهول ويدخل البنتورة تطربك جدا. هاي يا سيدي شفتوا دوكا الجزائر عندها سلاح فتاكه جدكم، وانا با بزود الارب نيوكليير كش ما عندنا عدو دزوا جدو دزوا البنتورة ابا يفري جدا تصويت. قلت لكم خاوتي هما يضربوا في البايلا في الشيراتون وفي الهيلتون، وحنا لازم لنا نبيداليو باش نضربوا الدواره. قلت لكم خاوتي الدنيا دوارة وأخرتها أبو زلوف. 8000 كيلو تاع روز، 5000 كيلو تاع الفرويد مار تاع الحوت، 3 كمين تاع زيت، الغاز، الخدامة، الطباخات، الامبامبيي، هذه كل قامت لنا واحد قريب مليار خاوتي. عشان أنا نبلانجيو في السنين تاع البايلا. سي محمد قلت لكم ما يضربوا في المشوي وحنا ناكلوا في الحجر. جابوا لنا مثلا حجر وسيمان وطوب. صبت شويه مطر في مسيله، ابا ربت القاعات الرياضيه المتعدده الرياضات خالتي. لا رقيب ولا حاسب. شفتوا النواب هذو وزراء ونواب جزائريون متزوجون عرفيا. هؤلاء النواب لا ما عيطوش لهؤلاء الوزراء يقولوا لهم كيفاش بنيتوا هذا الديار، كيفاش بنيتوا هذا القاعات الرياضية، كيفاش ساحوا طاحوا زوج قطر، زوج قطرات تاع مطر طاحت القاعة. نو همهم الوحيد خاوتي ربهم درهمهم، جيوبهم يخموا غير على جيوبهم. دوكا ولاو يقولوا لنا بلي الوزراء والنواب جزائريون متزوجون عرفيا. بياسير من نهار فوطينا عليهم هما مزوجين بنا خاوتي. هذا والجزائر مزوجه به ولا هو اللي مزوج بالجزائر ما على باليش. والله ما على بالهم بيك تبلونجي انت واولادك. شوف كاش ما عيطوا للوزير تاع التربيه، وزير التربيه قالوا له كيفاش علم ان سامبول تاع الدوله، رمز من رموز الدوله، خير ظلوا يقولوا هذاكم اهانوا رموز الدوله. هذا رمز من رموز الدوله والله، ها العلم تاعنا في المدرسه الابتدائيه عمير مسعود. ما عيطوش البرلمانيين هؤلاء الناس خاوتي، ما عيطوش لبن صالح يقولوا له كيف سي محمد ارواح كيفاش قلتي البريزيدون فرونسي تقول له باللي اون بارتي تاع الجي فاتر ديمولي وحنا جزائريين ما على بالناش. اون كرون بارتي كي فا اتر ديمولي. من انت؟ انت رئيس المجلس الدستوري، كيفاش تي بو بارلي دو كرون الجي دو بروجي تاع الجي مع رئيس فرنسي؟ اي مجلس امه كيفاه؟ بأي حق
تعطي دي بروجي تاع الدوله تاعنا تعطيهم للرئيس الفرنسي. والله ما على باله بجدك. والله كي قال لك سي با جولي قلت له تو فاتر ديمولي. الحمد لله كي ما قلتلوش هذه تابعه للمغرب ولا تابعه للجزائر لتونس. والله قال له لا مواتي فاتر ديمولي خاوتي. الرئيس الفرنسي يعلم بمشاريع الجزائر قبل الجزائريين. ها احنا يقولوا لنا باللي مينيستر دو لاميناجمون اي دو تيروريزم. خوفوا هنا غير بالتيروريزم حتى في الاعلانات خاوتي. قلت لكم سي سبيسيفيك برلمانيين. لا ما يعيطوش خاوتي، لا ما يعيطوش للديريكتور تاع الجامعه والوزير تاع التعليم العالي يقولوا له كيفاش الخبز تديه ياكلوه لي زيتيديون في الامبيلونس تاع الهواري. خي الامبيلونس خي ما كان ني با سيبتيزي خاصة في بلادنا، كيفاش الخبز يدخل في الامبيلونس وين كاين الدم وين كاين لي ميكروب؟ يا راجو في ولادنا يا راجو في الطلبة تاعنا. وفي نفس الوقت خاوتي في نفس الوقت اون بتيت ريسبسيون تاع الافلان صغيرة صغيرة. ها شوفوا واش فيها هذه اوكر ريسبسيون صغيرة هزب جبعة التحرير الوطني. وعلاه ما تديروش الكازوز هكذا والكاوكاو لي زيتيديون الجيريان كي فون كونستخيغ لالجيري تاع غدوة؟ العتاريس اللي راحين يبنيو الجزائر الغد لا ما ديروا لهمش هكذا. برلمانيين لا ما تعيطوش لوزير الصحه تقولوا له كيفاه كيفاه في ان سي اش يو في الجزائر. هذا سي ان سي اش يو خاوتي وين يغسلوا طب ايديهم باش يديروا لي زوبيراسيون وين كاين المزبله حاشاكم. ما حبيتش نعت لكم مصوروا لي كذلك لي طواليت اكرمكم الله ما قدرتش نعتهم لكم. هذا لوكوان تاع الطب خاوتي. هذا كان يجيب لي الطواليت هذه وين جاوا والمراحيض هذا وين جاوا نعطيها ما نعطيكم والو خاوتي. الحلوى اخي قلت لكم الدواء سبيسيفيك راحت سبيسيفيك خاوتي. هذا المرحاض جامي استعمل ويستعمله واحد جامي دخل الجامعه في 5 جويي خاوتي. بناو هذا المرحاض وبناو معاه هذا لاسونسور باش فخامته كي يروح يشوف نهائي كاس الجزائر يروح ثم. ونزيدكم من شعري بيت خاوتي جامي الرئيس تاعنا استعمل هذه الطواليت. والترميم تاع الفلومبو تاع 5 جويي ما قدروش يرموه اكوز دو سي دو سيت اسانسور. هذا المرفع وهذه هي لاصال وين الرئيس تاعنا يريح في 5 جويي. والجزائريين الشباب الجزائري كي يروح يشوف ماتش يخرج يروح المرحاض برا المراحيض كل مسكرين ويصلي فوق الكرتون. هذه وحده دير لا ريشيرش هذا في ان سونتر اوسبيتالي خالتي تكسر الكارو ابا جا المسؤول حط لها كرتونه وسكرها بكرسي هكذا باش الميكروب ما يقدرش يدخلوا ويخرجوا. هذا هو البحث العلمي في الجزائر. شفتوا خالتي ماشيين تير في الطلبه وهزين البرلمانيين الفوق الفوق اللي جامي قراو دو بوا دو ميزور. قلت لكم لا ماهي ربي يرحمه قال رانا في زمن الرداء او للرداءات رجالها. هم الطلبه خاوتي يقراوا العام طول وما يندبوا خي شتوا الاماكن وين ياكلوا وين يرقدوا مساكن اون ديري دي بريزوني سجناء راي على الاخر يعطيهم. شوفوا شو يعطيهم يعطيهم في هذه في الجذع مشترك في ماده قسم العلوم السياسيه الحكم الراشد في ماده الحكم الراشد يعطيهم ا 2 ا 2 ا ا ا ا 2 ا ا ا 4 1 2 3 1 1 1 1 2 1 وبعثوا لي لي ميم كوبي امتحان تعاملوا والامتحان تاع السنه قالوا لي سي لا ميم شوز. عطوني الصور 2014 2015 وهذا السيد هذا واش قال لهم المتجبر منين يدخل يقريهم يقول لهم انا صاحب بوتفليقه جامي قراهم وجامي عطى لهم تصحيح نموذجي يقول لي يحرس يقول ما تحرسوهمش واحد ما يدي المعلمه عندي يدمر فيهم خاوتي. يا ما تعيطوش لهذا السيد هذا الرئيس تاع الجامعه لو ريكتور تاع اليونيفرسيتي هذا لا ما يجيبش السيد هذا عيطو يقول له كومون صاصفي جامي درت لهم كوريكسيون جامي درت تصحيح نموذجي لهؤلاء الطلبه. كيفاش الطلبه تاعك وكل يديو واحد اثنين معلم في الجابون في الجامعه استقالت لان واحد من الطلبه ما يجيش يقرا عندها. قلت لهم انايا جو سوي ديفايونت قلت لهم انايا ضعيفه اذا ما قدرتش نجعل من الطالب يحب
المادة تاعي. هذا يقرأ عنده أكل يديو أن أن دو أن دو أن وما خطرش يفكر يقول بتاتر العيب فيا بتاتر أنا مانيش نقري مليح. الركتور لا ما عيطش لهذا السيد هذا يا بروبليم كيلكو بار اللي يقراو عنده أكل ماهوش مليح يديو أن يدو اللي يقراو عنده أكل حميرة يحوسوا يدمروا المنظومة التربوية في الجزائر خالتي مليح والله حاير. لماذا على بالهم باللي بعد يولي دكتور ويدي المسؤولية ولد فلان ولد فلانة فقط. هاي هذه دارت ميموار تاعها تاع الماستر مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر تخصص اتصال وعلاقات دور قناة المغاربية في تشكيل الرأي السياسي للشباب الجزائري دراسة استطلاعية لمشاهدي برنامج شقالو في الجرنان جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية. العديد من الطلبة داروا الميموار تاعهم والرسالة تاعهم دافعوا عليها البرنامج تاعنا على قناة المغاربية كيف القنوات الحرة تؤثر وتبني الرأي السياسي في الجزائر. لا ماجوريتي تاع الجوري يقولوا لهم علاه اخترتوا المغاربية واش قالوا في الجورنال. الحمد لله كانوا مازالوا كاين ديزالجيريان خاوتي يخموا على الجزائر تاع الصح ويحبوها يحبوها بدون مقابل خاوتي. هم في غردية هم يزكيو يبنتروا في الطروطوارات وداروا فيهم النوار شوفوا كيفاش الشارع ولا تحفة سامبل مي تحفة. أعطيكم الصحة خاوتي هم دي جون راحوا ولو بنترو في الجامع لو سول اندرو خاوتي وين تقدروا تضربوا الشيتا وتديو اون بليس الحسنات ها لي جون الجيريا خاوتي. المسجد العتيق امي يسبغوه يعطيكم الصحه خاوتي. خاوتي ندير اشهار اول مره ندير اشهار لهذه الجمعيه مغرب امريكان هيلث فونديشن تونيزيا بروجكت. هذه الجمعيه تهتم تحوس الدير في كل بلد من المغرب الكبير دير فيه ان اوبيتال ان غران اوبيتال مستشفى كبير يعالج الاولاد صغار والسرطان وسبينا بيفيدا اكسيتيرا. جمعيه ممتازه جزائر المغرب موريتانيا تونس ليبيا دي سبيسياليست دي موند اونتي ومن بينهم استاذ عز الدين اسطنبولي او مع طفله صغيره داووها الحمد لله يعطيكم الصحه. واني فرحانة ياس وكاين طبيبة أخرى ثانة نحبها ياس. علاش؟ خاطر مش أنا أول ما نصبنا عملية قد تبسلي في إيدي ونحب دكتور اسطنبولي. علاش تحبيه؟ خاطر مش هو وصلني هنا ودواني وكل ورتحني وتولي رشدي تكبر ويولي كل شباس ونولي ما نلبسش هذاك الصباط البشع. ثانك يو لخي هذا شهر الرحمة وشهر الصدقة اللي يقدر يصدق بماله يصدق اللي يقدر يصدق بدعائه يدعي لهم الطبيب المختص اللي حب يقدم يد المساعدة يعاونهم راهم محتاجين المساعدة محتاجين المال ومحتاجين السند. بارك الله فيكم وربي يكون في عونكم خاوتي. صح فطوركم مرة أخرى وصح سحوركم ونطلعوا في بعضكم خاوتي. تلقوا الجمعة إن شاء الله الجاية بقوا على خير. أربي جيب الخير هاد العباد ما خلاف والو اللي يجي يصدمها زايد هو سايله في حواله أو دي قول هذا المصير واحد لعلى باله جيبوه أبو الفقاقير وقطيطوش يقولوا هالو قالوا قالوا وشي قالوا قالوا في جرنان ما كان والو والو كلها وحوالو كلشي نورمال قالوا قالوا وشي قالوا قالوا